إلى أخبارنا الدولية الآن، حيث أصيب جنديان صهيونيان أقول مساء اليوم الأحد بعد تعرضهما لعملية طعن مزدوجة داخل بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما استشهد منفذاها في المكان. وذكرت القناة الصهيونية أقول الثانية أن فلسطينيان هاجما الجنود قرب محطة وقود في البلدة. قال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الذكرى 7 للحرب الصهيونية الأولى على غزة، قال والتي تصادف اليوم أن غزة ومقاومتها أقوى بكثير مما كانت عليه في السابق، محذرا الاحتلال الصهيوني من الإقدام على حرب جديدة ضد القطاع. وإذا فكر العدو الصهيوني الاعتداء على غزة فسوف يدفع ثمنا أبهض بكثير من ذاك الثمن الذي دفعه في حرب العصر المأكول. وإن القائد السياسي الصهيوني الذي سيأخذ قرار حرب جديدة على غزة سوف يدفع ثمنه مستقبلا.